السلام عليكم اعزائي وعزيزاتي، ان شاء الله تكونوا بخير، تكون صحتكم مزيانه، وكيف غادين مع سيدنا رمضان ما بقى قد ما فات. ان شاء الله تكونوا غادين في افضل حال، وتكونوا دوزتوا ايامكم في رمضان على خير وبخير، والله يتقبل منا ومنكم. بيان سوغ عارفين شيماء، فيما كتكون شي حاجه جديده ضروري ما خاصها تبارطاجيها معكم. اليوم بغيت نبارطاجي معكم افراح الخير ونوا بوكس. بالنسبه لافراح الخير او لحتى نوا بوكس، هما كاينين في مفتاح الخير، مفتاح الخير في الشارع الكبير الرئيسي ديالو اللي كيدينا المقاطعه، ولا اللي كيدينا لاغاليز، او اللي كيدينا الملحقه الاداريه ديال الشرطه. مهم، بالنسبه لافراح الخير عندها بزاف ديال الحوايجات زوينين. هما تريتور، يعني الا كان عندكم شي مناسبه، مثلا عندكم عرس، خطبه، اعياد الميلاد او غيرها من المناسبات، هما كيتكلفوا لكم بكل شيء. وعندهم صراحه المعنات والديزاين ديالهم غزال 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 غزال. وكاين حتى نوا بوكس. نوا بوكس في الاول كان عندها لي شوكولا، ومازال كاينين، كدير الحلوه ديال اسفي، الماسابان، البهله، الغريبه، الكيك، ان دو تروا، حلوه الهلال، اي حاجه بغيتوها ديال الحلوه راه كيديروها. وفي نفس الوقت راه كيديروا لي شوكولا، جميع انواع الشوكولات عندهم، وعندهم حتى الحلويات. هنايا حضرنا افتتاح، نخليكم مع هذه الجوله الغنائيه ونعاود نرجع عندكم. كان في وزن تينا شكرا.
نشوفوا شنو وصلني من عند افراح الخير. هادو كل وحيده وفيها بنه بحال هذه، فيها الحامض، كاينه فيها ليمون، وحده فيها فان. هنايا هذا تمر معمر اما بيستاج ولا الورد. هادو دي شوكولا، هادو النوغيت فيهم بيستاج، هذا التمر معمر بالقرقاب، هادو دي شوكولا. هادو ما عرفتش صراحه شنو هما، جو بونس تمر مع شي حاجه اخرى ما عرفتش بالضبط. وهلا البوكس كتجي بحال هكا، بغيتو ديوها كوم كادو ولا بغيتو ديوها واحد لانيفيرسير ولا دابا قريب عيد الحب تبغوا ديو دي شوكولا. وهادو بالنسبه ليهم راه كاينين في مشعل الخير، في الشارع الكبير ديال مفتاح الخير. كتجي لا بوكس زوينه، لا بوكس راه علاش كتوقف. كيف ما قلت لكم اعزائي، راه افراح الخير كيتكلفوا بجميع المناسبات، عندهم اطباق اللي هما جميله، اواني اللي هي جميله، طريقه تحضير حتى الماكولات ديالهم غزاله بزاف. هنايا كنتيش عندهم في الاول ديال رمضان باش نوريكم شنو الحاجات اللي دارتهم في المعسلات في رمضان. تبارك الله وما شاء الله، كل شيء عندها غزال، كل شيء عندها بنين، ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. بما ان دابا على ابواب شهر رمضان فجيت نشارك معكم معسلات، بريوات، شباكيه. المهم حنا جيت عند هاجر افراح الخير، ها ديجا شاركت معكم. تبارك الله ما شاء الله عندها داكشي رائع. ودابا ندوزو نشوفو هاجر شنو موجده لينا. سلام هاجر. وعليكم السلام. اهلا ايمان، كيدايره؟ لاباس عليك؟ بخير، واش مبروكه؟ الله يدخل عليكم بالصحه والعافيه، والله يبلغ الشهر بالمقصود. امين، الله يتقبل منا اجمعين يا رب. امين. كيف ما وعدناكم ان نوابوكس غتكون بحله رمضان اكيد ومؤسلات. مهم نوريك لك الارتيكل اللي عندنا. ايه عندنا المحنشات، تبارك الله ما شاء الله. كاين هذا القياس مفيني بالبيستاش، محنشات فيهم اللوز والقلقاع، كاين هذا مفيني بالزنجلان والورد البلدي. عندنا شباكيه باللوز، كاينه القياس صغير، كاين القياس كبير. عندنا المحنشه، عندنا المجهول معمر بالقلقاع، كاين المجهول معمر باللوز نوكاتين، كاينه هاد البليغه باللوز، كاينه الشباكيه ديال الحليب، كاينين دي موديف كاملين، كاين المعمول ديال السميده بالتمر، هذا كيجي رائع في اللوغو ديالو. كاينه بوشنيخه بانواعها، وكاين هاد الجديد ياك الجديده اكيد الجديد مفينيا بالبيستاش، بوشنيخه حتى هي شي حاجه زوينه. تبارك الله. وكاين تمر اكيد، كاين سكري، كاين هاد الوريقه، كاين المقروط، وما نساوش التلوف. كاين عندنا النوكا، النوكا بالتمر خاصه ديال رمضان، وكاين الشريحه. مرحبا بكم. الاثمنه جد مناسبه بالنسبه للمحنشه اللي بغى مثلا شي وحده كبيره، يعني الحجم اللي بغيتي. الحجم اللي بغاه كنقادو. صافي.
وهنايا كانت وصلتني بوكس من عند نوا بوكس فيها كاع دوك المعسلات اللي كانوا في رمضان زعما تبارك الله ما شاء الله غزالين. كنتو بغيتو تذوقوهم، كنتو بغيتو ديهم معاكم معروضين في الفطور. صراحه البوكس غزاله واي حاجه فيها كتشهي من داك الشرفع. راه بارطاجيتهم معاكم في انستغرام، وراه انفو كتوصلني شي حاجه جديده راه كنبارطاجيها معاكم في انستغرام اللي هي الباج ديالي شيماء بوتيري. راه وصلنا 444,000 وهذه شي حاجه اللي هي فريمون غزاله، وغادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.